من رحم المحن تولد المنح. نعم. لابد للناس جميعا أن يعلموا أن الله لطيف بعباده، يعني هو يعلمنا في صورة الانشراح، المؤمن إن ضاقت الدنيا به وسعته صورة الانشراح. يا نقرأ كده صورة الانشراح في آخرها، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أدي آيتين اتنين، العسر في الآية الأولى هو نفسه العسر في الآية الثانية، لأنه معرفة والمعرفة شيء واحد. إنما يسر في الآية الأولانية نكرة، ويسر في الآية الثانية نكرة، يبقى أنا عندي اتنين يسر مع عسر واحد. فهل من المنطق والعقل إنه عسر يغلب يسرين؟ ده احنا نقول الكثرة تغلب الشجاعة. يبقى اليسرين هم اللي هيغلبوا. يا عباد الله صبرا إن توالت الكروب، كلما يشتد كربا تنجلي عنكم ذنوب، إن في القرآن آية وهي طب القلوب، إن مع العسر يسرا قال علام الغيوب. خلاص